مرحبا بكم جميعا، أنا دان بيهو وجئت هنا لأعلم الفنون للأطفال من مختلف أنحاء العالم. ومعنى اسمي هو المطر الذي لا غنى عنه للأرض الجافة. وأرجو أن تحضروا المحاضرات الفنون كلها بأمل يقدمه لكم معنى اسمي. أنا سأقدم لكم محاضرة الفنون من الأولى وحتى الثانية عشر، وسأقص عليكم أجزاء قصة من خلالها. ولكن عليكم تذكر هذه الأجزاء دائماً لأنها أجزاء متصلة. والآن سأبدأ رحلة قصتي مع هذه الطفلة التي جاءت معي. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا ننطلق في رحلتنا معا. كان هناك طفلة تستمتع وتلعب أمام بيتها، وبينما كانت تلعب وجدت فراشة، لأن الفراشة كانت جميلة جدا. تبعتها الطفلة لتلعب في المكان الذي تطير فيه، ولعبت بمتعة شديدة لدرجة أنها نسيت طريق العودة لبيتها. ولأنها كانت حزينة جدا بكت وحدها في الشارع، ثم قالت وهي تبكي: ألا يوجد أحد هنا؟ أنا تائهة. إذا يوجد أحد هنا من فضلكم ردوا علي وساعدوني. قالت الطفلة هكذا ولكن لم يكن أي أحد حولها. هل سمعتم القصة جيدا؟ الطفلة تائهة ولا يمكن أن تعود لبيتها، ما العمل؟ ماذا عن رسم هذه الطفلة وهي تلعب مستمتعة قبل أن تكون تائهة؟ فكرة جيدة؟ إذن هيا نجهز أدواتنا أولا. هذه هي الأقلام الملونة، نفتحها هكذا ثم سنجد أنها تحتوي على الكثير من الألوان المختلفة. من بين هذه الألوان اخترت البرتقالي. بهذا اللون البرتقالي سأرسم وجه وجسد وقدمي الطفلة وحتى حذائها. هل تفعلون هذا معي؟ سنرسم أولاً وجه البنت الدائري. أولاً نرسم دائرة هكذا، ثم نرسم بشكل دائري على هذا الجانب لرسم الشعر الأمامي. وبالنسبة للشعر الملموم نرسم دوائر صغيرة على هذا الجانب هكذا: 1 2 3 4 5. ونرسم أيضا رباط الشعر 6 1 2 3 4 5 6. ممتاز، ضفيرة الشعر جميلة جدا. هيا نرسم ملامح الوجه. نرسم في الأعلى العينين باسمتين بشكل منحن، والأنف للأسفل بخط قصير، والفم نرسمه بشكل منحن للأسفل. هيا، الوجه مبتسم جميل صحيح؟ نعم. والآن الرقبة، نرسم مربعا صغيرا هكذا، ثم نرسم الكتفين بشكل دائري هكذا، وننزل للأسفل فنرسم الجسم. في الجانب نرسم بشكل دائري وننزل للأسفل، ثم في الجانب الآخر حتى يتقابل الجانبان. بعد ذلك هل نرسم الذراعين؟ الذراع مثل مستطيل طويل بعد الكتفين. نرسم مستطيلا طويلا في الجانب الآخر أيضا. هيا نرسم الأصابع أيضا. هناك طريقتان لرسم الأصابع. هذه المرة سأقول لكم الطريقة السهلة، والمرة القادمة سأقول لكم الطريقة الأخرى. نرسم الكف دائرة هكذا أولاً، ونرسم دوائر طويلة وصغيرة هكذا: 1 2 3 4 5 لتكون الأصابع.
يبدو أنها مثل شكل الوردة. بنفس الطريقة هيا نرسم الجانب الآخر، ثم بعد ذلك هل نرسم التنورة؟ التنورة أولا نرسم لأسفل خطا مائلا هكذا للخارج قليلا بشكل طويل في الجانبين، ثم نوصلهما معا بشكل دائري قليلا، ثم نرسم ثنايات التنورة هكذا، وبعد ذلك نرسم الكاحلين. نرسم مثل مربع تحت التنورة ليظهر الكاحل بشكل خفيف، وللحذاء نرسم دائرة طويلة للجانب بشكل خفيف هكذا. بالفعل انتهينا من رسم الطفلة، سهلة؟ صحيح؟ هيا نزين الخلفية قليلا. سنحاول أن نرسم عددا من الخطوط في الخلفية مثل ما رسمنا عيني الطفلة من قبل. نرسم خطا منحنيا في الأعلى، نغير اللون للأصفر، ألا يبدو هذا مثل الموج؟ نغير اللون مرة أخرى ونرسم كالموجات في الأسفل. وفي الأسفل نرسم خطا منحنيا أيضا هكذا. وتحته نرسم خطا منحنيا باللون البنفسجي. والآن رسمناها كلها، هل تريدون تلوينها؟ بأي جزء نبدأ التلوين؟ أريد أن ألون الوجه أولا. وأنتم يا أصدقائي يمكنكم بداية التلوين كما تريدون. أولا سأستخدم اللون المشمشي لألون الوجه والرقبة واليدين. أولا الوجه هكذا، ثم الرقبة، ثم اليد. واليد الأخرى أيضا، ثم يجب أن ألون الكاحل أيضا. يمكنكم أن تلونوها هكذا. نعم، هل نلون شعرها بعد ذلك؟ سألون شعرها باللون البني. يمكنكم تلوينه هكذا باللون الذي تريدونه. من فضلكم لونوا الشعر الأمامي أيضا بشكل جميل، ثم هيا نلون الأشرطة باللون الأحمر. والآن لنلون الملابس، ما اللون الذي تريدون تلوين الملابس به؟ سألون الجزء الأعلى بالأصفر. سألون الجزء الأعلى، ثم سألون هذا الجانب باللون آخر، ثم ألون الجزء السفلي باللون الأصفر أيضا. أفكر أنني سألون الجزء الأوسط بالأخضر الفاتح، عندما تكون الألوان مختلفة تكون أجمل، لذلك سألون الذراعين باللون الأخضر الفاتح في الناحيتين. ويجب أن نلون التنورة أيضاً، صحيح؟ سألونها باللون الوردي.
باللون الوردي تلون التنورة جيدا. أعتقد أنه يمكنكم أن تضعوا النقوش المفضلة لكم على التنورة. صحيح، وأخيراً سنلون الحذاء. سألونه باللون السماوي. صحيح، انتهى تلوين الحذاء بسرعة أيضاً باللون السماوي. والآن وأخيراً سألون الخلفية بألوان باستيل. إذا فتحنا علبة ألوان باستيل سنجد أصابع مستطيلة بجميع الألوان. الألوان كثيرة جدا، صحيح؟ اختاروا اللون الذي تريدون ولونوا به الخلفية. سأستخدم اللونين الأصفر والوردي. أولاً أميل اللون الأصفر هكذا، ثم دلك به هكذا. هكذا ناعم جداً، صحيح؟ سيخرج بعض المسحوق. دلك المسحوق بأيديكم هكذا، وسيتشرب من عومة داخل ورقة الرسم. دلكوا بنعومة في هذه الناحية أيضاً هكذا. ثم في الأسفل باللون الوردي بنفس الطريقة، ودلكوا بأيديكم أيضاً. واو، انظروا، يبدو أن اللون الذي استخدمناه بالأسفل قد تغير قليلا. ويمكن أيضا خلط اللونين الأصفر والوردي. عندما تخلطوا اللونين تأكدوا بعيونكم ما اللون الذي سيظهر أمامكم. صحيح صحيح، أعتقد أن الطفلة فرحة لأننا أكملنا الخلفية أيضاً، أليس كذلك؟ نعم، الآن اكتمل كل شيء. والآن ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ هل تشعرون بالحزن بسبب القصة التي قلتها لكم في البداية؟ انتظروني في المرة القادمة، أعدكم بقصة ممتعة. إذا وجدتم أي من يحتاج المساعدة مثل طفلتنا هذه، من فضلكم كونوا بجانبهم وساعدوهم. بالتأكيد ستشعرون بالدفء في قلوبكم. انتظروني في المرة القادمة، مع السلامة.